نور اختارت تعيش ويا أبوها مثل ما قلت لكم، لأن منعتها من أشياء وايد، واللي منعته لقيته هناك. أنا ضد المدارس الخاصة والخلط، مع احترامي حق العيالهم بالمدارس الخاصة، كل واحد له وجهة نظر وله حرية. أنا عندي بنتي وأخاف عليها، ما بيها تدرس مع صميان، وكل واحد يعرف نوع بنته أو ولده. أنا أعرف شنو بنتي وأعرف ولدي وأعرف هذا ينفع يدرس مع هذا وينفع هذا، كل شخص يعرف عياله. بنتي وايد فقيرة، يعني مو فقيرة، يعني أخاف عليها ينقص عليها، يعني مقصة ينقص عليها نورو، يعني أخاف وايد أخاف عليها. فرافضة فكرة المدرسة الخاصة ورافضة الخلط. لما كانت تحن علي وتحن علي نور، حتى عندها طموح تسافر وتكمل برا، كنت أقول لها لا ماما، ومدارس برا بنات ما أفر، بس أنا ما أحب ولا أحب بنتي دامنها تحت رعايتي، ما أرضى تكبر تتزوج. ذيك الساعة الله الهادي ما ندري.